بسم الله، معاكم ابراهيم احمد من جروب سود ورك لايف. باذن الله هنتكلم النهارده عن الجريد سيستم. بالنسبه لامر الجريد سيستم، فهو امر بيستخدم مع الستراكشر ممبر لما يكون عندي اكتر من طابق. ببدا اجيبه من هنا، انسيرت ريفرنس جيومتري جريد سيستم. هبدا ارسم السكتش اللي المفروض ان هو هيتكرر اكتر من مره. نفترض 200 او 300 400 linear battle. الخط ده 50 8 coincident مسافة 50 line بحيث ان انا اي خط برسمه او اي entity بضيفها بيبدأ يظهر لها بالون جديدة. فانا حاليا كل ما بزود عدد الانتيتي البالون هتزيد. ده السكتش المفروض ان انا هكرره اكتر من مره. هاجي من الكونفرميشن كورنر وابدا اقفل. لاحظ الزاويه التابه دي. هبدا احدد عدد الليفل، نفترض 6. حدد المسافه بين كل طابق والتاني. بالنسبه لل 3 دي سكتش سبليت سبيت لاين هنديها نلغيها دلوقتي، نشوف بتعمل ايه بعد كده. هلاحظ ان انا بقى عندي الاسكتشات كلها مره واحده، تعمل لها كرييت. لو جيت هنا وعملت اظهار للسكتش ده اللي هي الخطوط الواصله بين كل طبق والتاني، هلاحظ ان الخط ده واصل من الاول للاخر، هو خط واحد. لكن لو جيت عملت ايديت وعملت سبيت لاين، هلاحظ ان بقى كل خط بين الاول والتاني خط منفصل، وبين التاني والتالت خط منفصل. قسم لي الخطوط بين كل طابق والتاني. ده بالنسبه لامر الجريد سيستم.